الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر رمضان شهر مكارم الأخلاق. في العشر الأواخر من رمضان يزهد الإنسان بما يبتغيه حظا في حياته الدنيا، ويجتهد بما يريده حظا في الآخرة. ففي هذه الأيام الفضلة لا بد أن يمتثل الإنسان ما استفاده من العشر الأوائل من رمضان ومن أوسط رمضان. الآن تبتدئ هذه السلوكيات والإيجابيات تظهر محبة في وجهه، ابتسامة في فمه، صدقا في قوله، حسن خلق تجاه غيره. في هذه العشر الأواخر من رمضان لابد للإنسان أن يتحلى بمكارم الأخلاق، لأن هذه الأيام التي اختارها الله من بين باقي الأيام، التي فيها ليلة تعد خير من ألف شهر، ليلة القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذه الليلة. لابد للإنسان أن يصل إلى مبتغاه بأن يحسن خلقه، وأن يحلم على غيره، وأن يصدق مع غيره، وأن يؤدي أمانته. والمؤمن بعيد كل البعد عن خيانة أو غدر أو طعن، فيترفع الإنسان عن هذه الصفات. في العشر الأواخر من رمضان إذا أردت أن توجز كل عبادتك في هذه الشعيرة، في شعيرة الصيام، في أداء فريضة الصيام، إذا أردت أن توجز كل ما تريد في هذه الأيام، يكون حسن خلقك مظهرا دالا على قوة إيمانك التي اكتسبتها في طاعة الله وفي تقوى الله وفي القرب منه. The Rama Relief Foundation provides humanitarian aid into areas inside of war-torn Syria, as well as aid to the refugees who have fled to the neighboring countries in the Middle East. The foundation offers food baskets, container shipment, mental health, education, soup kitchens, and more. Go to ramarelief.org or call 248-990-4247. Any donation amount made to Rama will go to sustaining many lives. Call now 248-990-4247. كلما اقتربت من الله كلما حسنت أخلاقك، كلما صح اتصالك بالخالق صح اتصالك بالخلق. لما جاء عيسى بن مريم قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة. الصلاة هي الدين، هي حسن الاتصال بالله، والزكاة هي السلوك، هي المعاملة، وهي تعبر عن حسن اتصالك بالمخلوق. فأنت ترعى الضعيف وتنفق على الفقير، وتراعي شعور الأرامل واليتامى والمساكين. كل هذه المعاني نحن نحتاجها في أيامنا هذه، كل هذه المعاني يحتاجها المسلمون وغيرهم. نحن لا نحدد الأخلاق فقط للمسلمين، باقي الديانات عندهم من الأخلاق، وعندهم من ما يعبرون فيه عن حسن تكريمهم وحسن تعبيرهم تجاه المسلمين وغير المسلمين. ليس من بطولتنا أن نكسب عداوة أحد، بل بطولتنا، كل البطولة، أن نكسب كل الناس بمحبة وببر وبحسن خلق وبحسن اتصال بهم، وأن نكون على مسافة واحدة من الجميع، وأن تصح علاقتنا وحسن خلقنا مع كل الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم هذا الشهر الكريم بخير خاتمة، وأن يتقبل صيامنا وصيامكم، وطاعتنا وطاعاتكم، وأن يبلغنا رمضان أياما مديدة وأعواما عديدة إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.